شريرة. أنا مش شريرة خالص، أنا اللي حصل فيا خلاني شريرة. والله يا زميلي أنت تعرفني من زمان، تعرف إن أنا شريرة؟ ليه شريرة؟ أنا مودات عايزة ضرب النار. دي حقيقة، شخصية وحشة جدا. أنت متأكدتي إن الناس مش قادرة تفصل ما بين جوري وما بين وداد؟ وده حصل معاكي في الشارع بشوية حاجات كده، فقولي لنا اللي بيحصل. دي حقيقة، يمكن أنا اللي مش عارفة أفصل ما بين جوري وما بين وداد، لأنه شخصية، لأنه الشتائم اللي بتيجي لوداد بحس إن هي جاية لي أنا، عشان يمكن أنا لسه لابسة الشخصية، ما طلعتش منها. مع وداد دلوقتي يعني واحده اللي معاها طيبة سيد وقمر سيد ده وتروح تخونه بتشكل. والله معلش بقى، هنعمل الدنيا يستاهل. جوز شوقي ليه الحلو في شوقي؟ يعني ما اعرفش، يمكن كنت عايزه اضايق العيله باي طريقه، فيمكن ده اللي خلاني. الناس عارفه انك كنت عايزه تعفر. انا فعلا كنت بحب جعفر، لان في مشهد قلت لما بابايا دخل عليا وجاء قال لي ان ابن عمتك عايز يجوزك، فانا كنت بحسب ان جعفر العمده. ما يعني من بجاحة وداد. دي حقيقه فعلا، انا كان نفسي اتجوز جعفر، بس لما لقيته ما فضلنيش واتجوز اربعه غيري فقلت انتقم. انا ماليش دعوه، انا ممثله لا افقه اي شيء في القانون في الجزئيه دي بالذات. اكيد استاذ محمد سامي بيناشد قضيه قويه جدا، زي ما برضو في قضية تانية بتاعت الدي ان ايه. احنا لو ابتدينا نشتغل في موضوع الدي ان ايه، نحلل الاطفال ونحلل الاباء والامهات، في اولاد كتير هترجع لاهاليها، واتمنى يا رب كل واحد عنده طفل مفقود ومش لاقيه، لان الوجع وجع غياب الضنا ده صعب قوي للاسف الشديد.